ديالك على اخر الكرهبه، ودفع هذه السكينه اللي ما جايه من على اليسار، ودفع السكينه اللي على اليمين كاينه هنايا، جات في هذه البلاصه، والسكينه راه كاين منها، كاين المدرسه وكاين القبور هنا الفوق. نورمال ديالها تجي هنا في هذه البلاصه، البلاصه مزيانه، ما كان لا فيراج لا والو، ماشي بحال ديك البلاصه اللي داروها لي وبغاو يبلعوها عاود، بغاو يعميونا كاملين. الصراحه تقال. تكلمنا عليها في السابق في الاول اللي قلت لك ديال المقبره، هي المقبره تبارك الله قداش هنايا، الله يرحمه ويرحمه. مقبره سيدي عيسى هذه السميه ديالها، وكتدفن فيها كامل السكانه وزاي، وكيدفنوا هنايا. دابا الله يرحمه والديك ملي لعب العلوم ديك الطريق ما غادي يدوزو. السيد الحاوي ممثل الساكنه، بالفعل هذه مقبره سيدي عيسى اللي كيدفنوا فيها واحد المجموعه من تاع نقولوا حنا الشاشر والدواور وحتى مساكنه تاع زايو، وهذه هي الطريق اللي كانت الرئيس باش ندير هذيك الطريق اللي راها دابا حاليا. دابا غادي نمشيو دابا باش نشوفو في كاله. حنا من الساكنه ديال السفصاف، هاد الناس هادو صحاب الشركه جاو سدو علينا هاد الطريق، ما عرفناش علاش سدوها، سدو على المقابر ما عندنا من ندوزو، الناس يموت لنا شي انسان يجيبوه من زايو لهنا باش ندوزو في الطريق ديالو في المقبره ديالو المسمى بسيدي عيسى. ما عندناش من ندوزو، خصك الا بغيت تدوز خصك تدوز حتى لاقليم بركان، وخصك رخصه دير رخصه باش تدوز لتماك باش تجيب الميت هنا. وعندنا المدرسه هنايا سدوا على حتى المعلمين اللي كيجيو هنا الاخر باش يجيو بالسيارات ديالهم ولا بالوسائل النقل ديالهم اللي كيجيو بها هنايا، ما عندهم من يدوزو، خصهم يدخلوا لاقليم بركان باش يرجعوا للمدرسه باش يدوزو الدراري. هادشي اللي كنشوفو راه سيدنا انا دابا باش نوسعوا فك العزله على قراويه. هاد الناس هادو سدوا علينا ما عرفناش حنا علاش، خصنا نعرفوا هاد المسؤولين هادو باش زعما الفكره ديالهم ماشي في محلها، باش تجي تسد على سد الاخر الطريق على الساكنه هكداش راه ماشي معقول. وكنتمناو حنا من السلطات المحليه باش تعطيو والمنتخبون ديالنا باش غادي ياخذوا هاد المسائل هادي بعين الاعتبار باش يشوفوا هاد القضيه هادي في اقرب وقت، والا غادي كلشي الدوار غادي يتسال هنايا، غادي نديروه وقف تاع الوقفه احتجاجيه لينا بولادنا بزنا بولادنا، غادي نجيو من الطريق ونوقفو نديرو وقفه احتجاجيه باش هاد الناس هادو نوصلو هاد النداء هذا للمسؤولين اللي عندنا هنايا. هادشي راه ماشي معقول، وزائد وكان بعض المسائل اللي راهم غافلين عليها، ماشي قضيه عندنا ديال الطريق، ما كان المسائل اللي خصنا غادي نذكروا عليها، ولكن دابا يمكن حنا الطريق حلوا علينا هاد الاخر العزله اللي درنا مشهور. دابا نروحوا هذيك الطريق، هذه مدرسه الصفصاف اللي كانت رموها الجمعيه ديال المبادره والمفيده ديال الشيء. ويرجع 3 كيلومتر عاد باش يجي لها المنطقة، والخطير في الأمر هو
تفوت يعني شي جنازة، هذيك الجنازة ما كتقدرش تفوت للطبقة الأخرى لأن حتى يكون عندها ترخيص. كنصدقوا مشكل كبير أننا خصنا ترخيص، لأن اللي ننظر من حقهم كيديروا المسائل القانونية ديالها، كيقول لك أودي أعطيني الترخيص هذا الجهد جات من إقليم لإقليم عاد باش تفوت، خصك تعطي الترخيص دي ترخيص وتفوت 4 كيلومتر وترجع باش تفوت تدفن الجهد. أنا غير بغيت نعرف كنحمل المسؤولية المسؤولين، واش هذا الشيء ما فكرتش فيه؟ واش ما عارفينش أنها منطقة سياحية ومنطقة اللي عندها من أقدم المناطق اللي عندها يعني تاريخ وتراث؟ لأن شوف هنايا كاين مازال كاين بنايات اللي خصها ترمم، وكاين مدرسة اللي ترمت هذه في 2005 وترمت من طرف جمعية اللي كاين بزاف اللي داروا كاين اللي غايورين على هالمنطقة ومدينة زيو، كاين بعض الناس اللي كيبغيو التنمية وكذا. من اجل الهدر المدرسي اللي كانوا هنا الفتيات ما كانوش كيقراو، وكانت كل سنه كيموتوا جوج ثلاثه اربعه. علاش؟ لان كانت هذه المنطقه تقرب شي معزوله، لان ما عندهمش فين كان يمشيو يقراو، الا كيمشيو يقراو في وراسات كيضربوا 5-6 كيلومتر في اقليم بركان. كانوا الناس ما كيقدروش يصيفطوا ولادهم يقراو وسيرتو البنات، وحنا فكرنا درنا هذه المدرسه باش نفكوا نحدوا من هذا المدرسه ونفكوا العزله. واذا بهم جات هذا الطريق باش الناس فارحين بان طريق ممر دوبل فوا باش الناس تفرق. اذا به زاد يعني عزله هذه المنطقه، وانا كنشوف هذا العزله راه مقصود، يعني كنحط علامه استفهام كنقرا مقصود، ولكن راه ما غاديش يتم هذا الشيء بحال، لان الا ما المسؤولين يعني تركوا الموقف وحلوا المشكل في اسرع وقت، راه ممكن غادي تكون شي وقفه ولا شي حاجه، ولا يحمد عقوبه. راه حنا ما غاديش نسكتوا صغير وكبير، وكل شيء راه متعصب، وكل شيء هذا الشيء راه ماشي معقول، وكنحمل المسؤوليه للجميع. وشكرا. القنطره كنسميوها حنا بالقنطره القديمه، وهي الفاصل ما بين الاستعمار الفرنسي الضفه الاخرى والضفه لهنا لهجيه الاستعمار الاسباني. تصوروا نتوما هكا تشوفوا بالصوت والصوره ان مناطق آهلة بالساكنة ديالها، لأن هذوك اللي تابعين بحكم القرب، هذو اللي تابعين إقليم بركان، الساكنة اللي كتشوفوا بها دابا فين كيجيو؟ كيجيو هنا يقراو في المدرسة. من بعد ما كانوا كيضربوا كيلومات عديدة كما قال سي علي، وكانوا كيتعرضوا الأغلب الأولاد ديالهم كانوا تعرضوا لحادثة سير ولا كلاب مسعورة اللي عضت الأبناء ديالهم، وكان واحد العدد اللي خرج حتى البنات ديالهم ما خلاهمش يقراو بحكم البعد. تصوروا دوما أنت هاد الساكنة اللي قريبة ها فين كيخليو ولادهم في المدرسة والدفينة نفس الشيء، هي القنطرة اللي كيدفنوا فيها أهلها. راكم شفتوها كيف شافها الجميع. هاد القنطرة من أحسن القنطرات اللي كنشوفوها وشافوها المدرسين. كنطالبوا للجهات المسؤولة على الأقل